مكانك؟ انا الناشط الحر على صامت من قيوم جروب ميديا. احنا هنا في وقفة احتجاجية تم قفل تقريبا 90% من المحلات اليمنية داخل نيويورك على وقفة احتجاجية ضد هذا الاكزيكتيف اورا الذي هو مستر ترامب وقعها ضد سبع او ست كونتريز الذي هي عربية. فاحنا في هذه الوقفة احنا الان بنمثل الشعب المظلوم الذي ليس له اي ذنب في توقيفهم في المطارات. هذه الوقفة هي كانت من ضمن عدة وسائل لايصال رسالتنا وايصال صوتنا. نحن نتمنى انها تغير من طريقة نظر الشعب الامريكي او طريقة نظر الحكومة الحالية الامريكية الى الشعب اليمني. نتمنى انها تحقق اكثر من هدف في وقت هذه الوثيقة الذي وقعها دونالد ترامب ضدنا. نحن الصلاة بنصلي هنا. يمكن تقدر عدد الحدود المصارعة معنا بعدين. تقريبا كما حضر في الفيسبوك فكانت المشاركات اكثر من 60,000. في ناس جاؤوا من ميشيغان، في ناس جاؤوا من كاليفورنيا. العدد الموجود فعليا مش الفيسبوك. العدد الموجود فعليا ما يقارب 1,000 و3,000 ناشط وعامل ومدير ومحامي ودكتور وطالب، كلنا هنا في وقفة احتجاجية ضد هذا العمل غير اللائق والغير المشروع القانوني. شكرا جدا، يا ريت كلها مسابقة بالصفحة بتاعتنا على اليوتيوب فارس منها.